معنا أستاذ أوفير. مساء الخير. كل السياسات التشددية إزاء الفلسطينيين لم تجلب على إسرائيل إلا المزيد والمزيد من العنف، بالتالي لماذا اليوم هذا القرار بعدم إعادة جثامين الفلسطينيين الذين يرتكبون اعتداءات؟ وألا تتخوف الحكومة اليوم من أن تأتي هذه السياسة كما سابقاتها بالعنف وبمزيد من العنف على الإسرائيليين؟ اولا انا ارفض تبريرك للعمليات الارهابيه. هذه هي مصدره ردت اتتردد على مبادرات حسن النيه، بوادر حسن النيه قدمناها للطرف الفلسطيني بمناسبه حلول شهر رمضان. يعني اصدرنا مئات الالوف من تصريح الدخول الى اسرائيل لكي يستطيع الفلسطيني من الضفه الغربيه وقطاع غزه ان يسالف الاقصى ويزور اقاربه في اسرائيل، والرد الفلسطيني على هذه البوادر كان هذه المجزرة. وأريد أن أذكر بأنه كانت هناك إشادة وسيعة النطاق لهذه المجزرة من قبل كل شرائح المجتمع الفلسطيني، لم يكن هناك صوت واحد. أستاذ أوفير، الرئيس الفلسطيني مقدم بوادر حسن النية استنكر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس استنكر هذه العملية وأي عمليات ضد مدنيين. استنكر هذا موفق على وكالات الأنباء. على كل حال لم يبرر أحد هذه العملية كما قلت في بداية مداخلتك، ولكن يبقى السؤال: اليوم قرار ليبرمان وزير الدفاع الجديد بعدم إعادة الجثامين إلى عائلاتها، أليس من الممكن أيضا أن يأتي على إسرائيل بمزيد من العنف؟ أكرر، كما فعلت سياسات سابقة، هذا ما تقوله التقارير، سياسات هدم المنازل، سياسات الحصار، سياسات الاعتقالات التعسفية، هذه السياسات كل التقارير تقول أنها تؤجج العنف بين الفلسطينيين. فبالتالي يبقى السؤال: لماذا تلجأ الحكومة لمزيد من هذه السياسات المتشددة؟ أستاذ أوفير، أولا أبو مازن لم يستنكر هذه المجزرة، هو تلاعب بالكلمات، هذه كانت بهلوانية لفظية، يعني وقال إنه يدين أو يرفض بالأصح قتل المدنيين من كلا طرفين، ولكن الطرف الذي يقتل المدنيين هو الطرف الفلسطيني. لماذا لم يحمل أبو مازن المسؤولية عن هذه المجزرة عن الطرف الفلسطيني؟ حركة فتح التي يترأسها أشادت بهذه المجزرة، يعني هو لا يستطيع أن يتهرب من المسؤولية عن التحريض الذي أدى إلى أستاذ أوفير. لم تتبنى أي جماعة فلسطينية السياسة الفلسطينية التي تدعى هذه المجازر، هي عملية فردية الإسرائيلية بما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية. وكلام الرئيس الفلسطيني واضح، هو يستنكر ويندد ضرب المدنيين باستئناف عملية السلام. إسرائيل تدعو ودعت الطرف الفلسطيني مئات المرات الى العوده الى التفاوض، والطرف الفلسطيني رفض. هذه في حال هذا، في حال كان هذا صحيح استاذ أوفير، لماذا لم تتجاوب حكومتكم مع المبادره الفرنسيه التي اطلقها الرئيس فرانسوا اولاند والتي ذهب للترويج اليها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز؟ في حال بالفعل انتم مع السلام، لماذا لا تتجاوبون مع المبادره الفرنسيه؟ أولا أرجو أن تعطيني الفرصة لأكمل جملة واحدة لو سمحتي. بالنسبة للمبادرة الفرنسية فهي تدع المزيد من العراقيل أمام العملية السلمية، ولماذا؟ لأنها تعطي للفلسطينيين فرصة أخرى للتهرب من المفاوضات. نحن حققنا السلام مع مصر من خلال التفاوض المباشر، وهكذا حققنا السلام مع الأردن، ولكن الطرف الفلسطيني يرفض منذ سنوات طويلة التفاوض معنا. إنهم لا يريدون حل القضايا العالقة، ولا يريدون التواصل إلى اتفاقية، بل هم يلجؤون إلى تدويل الصراع لأنهم غير معنيين إطلاقا بإنهاء هذا الصراع وبالتواصل إلى حلول. هذه هي الحقيقة، لذا رفضنا المبادرة الفرنسية التي تسعى إلى تدويل إلى فرض الإملاءات. من يريد السلام يجب عليه أن يطالب من الطرف الفلسطيني بالعودة إلى تفاوض بصفته المسار الوحيد الذي يضمن حل القضايا العالقة وتواصل إلى دولة فلسطينية مستقلة. طيب، الطرف الفلسطيني مستعد للعودة إلى المفاوضات، وتجاوب مع المبادرة الفرنسية. لا يمكن أن تتهمون فرنسا اليوم بأنها منحازة لأي طرف، هي بلد مستقل على مسافة واحدة من الجميع. فرنسا لها مصالح كبيرة كما تعلم مع إسرائيل، ليس لها مصلحة بأن تخرب هذه العلاقات مع إسرائيل. كيف من الممكن ألا تتجاوبوا مع هذه المبادرة ولا تعودوا للمفاوضات مع الفلسطينيين، ومن ثم تحملون الفلسطينيين مسؤولية عدم العودة إلى المفاوضات؟
عملية السلام مبنية على التفاوض المباشر منذ أول يوم، وكل الإنجازات التي حققناها مع الطرف الفلسطيني قد أنجزت من خلال التفاوض المباشر. عندما يلجأ الطرف الفلسطيني إلى تدويل، إلى المؤتمرات الدولية، إلى فرض الإملاءات، كيف نصل إلى حلول متفق عليها؟ ولكن أستاذ أوفير، أنا تعلم أن الطرف الفلسطيني أرادوا، هل إذا أردتم أن تلعبوا دورا فطالبوا الفلسطينيين بالعودة إلى دعم دولي؟ لم أسمع سؤالي، أنك قطع. أنت تعرف أن الطرف الفلسطيني اليوم في المعادلة هو الطرف الأضعف، وبالتالي من حقه أن يلجأ إلى المجتمع الدولي. لا، هذا ليس من حقه. ولماذا؟ لأن مرجعية المفاوضات أو مرجعية العملية السلمية هي التفاوض المباشر، ليس من حقي. الحق الوحيد الذي متاح له من أجل التواصل إلى حلول هو العودة إلى التفاوض المباشر، ولكن الطرف الفلسطيني متعنت ولا يريد العودة. الطرف الفلسطيني أستاذ أوفير له مطلب واحد، إلى حلول. هذه وقف الاستيطان، وقف سياسة قضم الأراضي في القدس وغيرها من الضفة الغربية المحتلة. ألم ترفض حكومة نتنياهو منذ وصولها إلى الحكم أن توقف عملية الاستيطان التي تطالب بها الأمم المتحدة وتطالب بها كل الدول؟ أولا، البناء في أورشليم ليس استيطانا، لأن هذه هي عاصمتنا منذ آلاف السنين. أشكرك. هذا هو أول شيء. بالنسبة للبناء في المستوطنات والبلدات اليهودية في الضفة الغربية، فنحن جمدنا البناء في المستوطنات، ولكن الطرف الفلسطيني لم يعد إلى المفاوضات. المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، شكرا على هذه المقابلة. بعد يومين على إدراج اسم التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن على لائحة الأمم المتحدة السوداء لمرتكبي انتهاكات بحق الأطفال وتراجعها لاحقا عن الأمر بطلب من الرياض التي شككت في صحة التقرير الأممي الذي يؤكد مسؤوليتها عن مقتل 60% من الأطفال ضحايا الحرب في اليمن، الجدل حول هذا الموضوع ما زال متواصلا. بان كي مون ندد اليوم بالأمر وبضغوط وصفها بغير المبررة مارستها الرياض لسحب اسمها من اللائحة السوداء على حد قوله ما نفته الأخيرة. فرنسا الآن، وعلى الرغم من التوترات الاجتماعية على خلفية إصرار الحكومة على تمرير قانون العمل الجديد والمخاوف الأمنية الصائدة من احتمال حصول اعتداءات إرهابية، أطلقت الاحتفالات بكأس أوروبا للعام 2016 والأزمة الاجتماعية على حالها. هذا هو فضاء المشجعين، هو المكان الذي خصصته بلدية باريس لكل الذين يريدون متابعة مباريات كأس أوروبا للأمم، ولكنهم لا يستطيعون الذهاب إلى الملاعب لسبب أو